احنا شفنا الأزمة المظاهرات والمظاهرات اللي صارت بالبلد والناس اللي طلعت في سبيل الخدمات انه تريد تساعد في سبيل الخدمات. برأيك انت هل ممكن يكون اكو تفاهم بين الشعب والحكومة؟ بصراحة برأيي ما راح يصير، لأن طالما اكو طبقية بالمستويات المالية يعني المادية ما راح تصير اكو تفاهم، لأنه المواطن من طلع على تظاهرات إلا بعد معاناة كبيرة جدا، ولا هو ما خرج يعني هيجي حتى يتونس ويتعب والحار والأمور هذه، هو خرج حتى يطالب بحقوقه. إبراهيم شلون يصير التفاهم هذا؟ شلون إذا نريد نسوي هذا التفاهم مستقبلا بين الحكومة والشعب شلون ممكن يصير هذا؟ هو صعب بس مو مستحيل، يعني إذا نزلت إلى يعني مستويات الشارع الحكومة وفهمت معاناة المواطن ولبت لبت ما يريده، أتوقع راح تحقق هذه التفاهم ما بين الشعب والمواطن، ممكن من خلال ندوات، ممكن من خلال تحقيق المطالب، لأن المواطن شو يريد؟ يريد خدمات، بالتالي هو ما راح يطلع يتظاهر ولا راح يصير عدو للحكومة في حال إذا وفرت الحكومة هذه المطالب وحقوقها، بالتالي ممكن نخلق تفاهم بتلبية أو توفير الخدمات. والله هي صار لها هاي مو اليوم ولا البارحة، يعني الناس اللي كهرباء وتعيين وكل شيء ماكو، ما موفرين شيء للمواطن، فمو هسه بالجديد راح يحسون، ما أعتقد راح يوفرون تخدير، مجرد ما راح شوية يوفرون لهم كم حاجة وبعدين زين ممكن يتعلمون يسمعون للعالم، يعني ينزلون للعامة ويقعدون وياهم بندوات. لا السياسي ما يحس بالفقير، اللي عنده ما يحس بالما عنده، الحكومة نهائيا ما تحس. لا لا أبدا. برأيكم هل ممكن يصير أكو تفاهم بين الشعب والحكومة بعد ما صارت هالمظاهرات وبعد ما صار هالأمور كلها؟ أي صحيح تصير إذا صار أدوات بين الشعب والحكومة، يعني فرضا المسؤول يجي يعيش نفس طبيعة الشعب، طبعا راح يصير تفاهم ويعيش الحالة اللي راح يعيشوها الشعب. حلو، يعني إنه يكون بيناتهم، يكون نازل بيناتهم. ممكن تصير ندوات بين الشعب والمسؤول يجي ويتفاهمون على الوضع اللي دا يشوفه الشعب، لان صار ايش قد ما حد دار بال للشعب معاناتهم، ودا يطلعوا اشكال بالتلفزيون والانترنت، بس نقول ان شاء الله بلكت على هالمظاهرات تجيب نتيجه. نعم اتوقع في الفتره القادمه، بحيث نرجو من المواطنين عمل ندوات شبابيه كي تكون الطريقه الافضل للتواصل بين المواطنين والحكومه. إذا تتوقع الحكومة لو الشباب سووا ندوات شبابية الحكومة راح تكون موجودة، راح تسمع من الشباب؟ المطلب الرئيسي كل الحكومة توفر هذه الندوات بحيث يكون هناك الشباب عدم قابلية عليها، الحكومة أفضل في هذا الموضوع.